السلام عليكم. اليوم غادي نعدل واحد لاكلاص، واحد لوغو 100% مغربي. غادي نحتاج فيه زعفران شعرة، غادي نحتاج شتيتو ديال الزعفران. المهم انا هاد الشتيتو اللي بقالي كنظن غادي نستعمل غير النص ديالو، حتى هاد الشتيتو غنستعمل غير النص ديالو، ما نستعملوش كامل. غادي نستعمل واحد فلون ديال فاني، اي فلون فاني ماشي ضروري هذا. غادي نستعمل واحد ساشي ديال الفاني، السكر ديال الفاني، كاس مع مارشي ديال السنيده اولا نص كاس على حسب الحلاوه اللي تينا كتبغي، واحد معلقه عامره ديال كريم باتيسري، نص لتر ديال الحليب. انا غادي نستعمل هذا الحليب هذا غير حيت غادي نحتاج هاد الكرتونه ديالو، اما يمكن لك تستعمل اي حليب واخا الحليب العادي. وغادي نستعمل تن الاخر حتى يطيب لي تنطيب هادشي، غادي نستعمل قشور ديال الحامضه، وغادي نستعمل عصير ديال الحامضه. الحامضه انا كان عندي فيها الماء، عطاتني تقريبا نص كاس ديال العصير الحامض. اول حاجه غادي نحاول نفتح هاد الحليب، غادي دابا غير من هنا تنخويه، غادي نخوي نص لتر د الحليب، نحاول نحافظ على الكرتونة باش تبقى لي مزيانة حيت غادي نحتاج. غادي نحاول نفتح هاد الحليب، نحيد له هاد الراس ديالو هذا كامل. نحاول معاه خاطر، غادي نعدل الوقيله بحال هيدا يجيني ساهل، هيدا وقيله احسن. صافي هذه هي الطريقه السهله. صافي اسهل طريقه هي هذه اللي جمعتها هيدا. دابا غادي نبدا بكريم باتيسري، غادي نزيد عليها سنيده شي كامله، غادي نزيد غير شويه. غادي نعمل فلون، صافي. دابا غادي نزيدو على الحليب، غادي نزيد ساشي ديال الفاني. صافي نخلط هادشي مزيان، نزيد السكر اللي كان باقي لي، دابا نزيد زعفران شعر. غادي نستعمل غير شويه، قلت لكم ما نستعملوش كامل قد هيدا، ها هما شو شايدي يبانو هنايا. صافي شتيتو ديال الزعفران شعره. صافي عدلت هذا الحليب فوق بوطه. دابا غادي نجيب هاد الكرتونه، غادي نحاول نعمل له واحد تقيبات هنا ستيتوين باش نحشي فيها هاد العواد هادو. انا هادو اللي عندي، عندي اربعة من هادو وعندي جوج من هادو، مشيت نشريهم ولكن ما جبرتهمش، هادو كانوا عندي في الدار، غادي نستعمل غير هادو. غادي نحاول نفتح اما بشي موس ماضي واما بشي كوتشيه، انا غادي نستعمل كوتشيه. الكوتشيه خصني معاها بشويه، انا كنخاف منها. صافي دابا غادي نحاول نعمل تقريبا واحد الصبع هكذا ونعمل فتحه.
صافي نعدل واحد الفتحه هنا صافي هاد الفتحه غادي نحاول نحشي فيها. شوف هادو ساهلين صراحه، هادو ساهلين دغيا غادي يتحشوا. هاد بحال هيدا، شوف واش كيبان هنايا ولا مكيبانش. بحال هيدا مزيان مهدي، كيقولي مزيان. غادي نحاول نعوض هادي، هذا العود نقص منه باش يرجع قد هيدا من هنا بحال هيدا. صافي هيدا غادي يجيني سهل. صافي ساليت صافي، ها هو شوف ما عرفتش هيدا واش كيبان، ها هو كيبان دابا كيفاش يرجع. غادي نخليه حتى يبرد وعاد نزيد عليه الحامض، العصير ديال الحامض، ونزيد عليه قشور ديال الحامض باش ما يتقطع ليش الحليب، حيت اذا زدت عليه دابا الحامض غادي يتقطع الحليب وما غاديش يجي مزيان. غادي نبقى مره نحركو باش ما يعملش ديك الوجه ديالو، ديك واحد الوجه كيعدلو اذا بقى تبرد. غادي نبقى مره نحركو باش ما يعدلوش. صافي دابا برد، غادي نزيد عليه قشور الحامض ونزيد عليه العصير ديال الحامض حتى هو بشويه بشويه باش ما يتقطع ليش. انا كان باقي خصني واحد العود، المهم دابا غادي ندخلو الكونجيلاتور واحد 8 ساعات هو هيدا، المهم 8 ساعات ولا ليله كامله على حسب، نشوف اذا حسيت به قصح 8 ساعات صافي غادي نجبدو ونقطعو، حسيت به باقي خصو غادي نخليه يكمل ليله كامله. دابا الشوكولاط ذوبتو الشوكولاط، غادي نزيد له شويه ديال اللوز، ما غاديش نزيد هاد اللوز كامل. باقي نزيد واحد شتيتو صافي، غادي نخلي فحال هيدا. دابا غادي نعدل هذا بولو اللي عدلت، غادي نعدل له الشوكولاط باللوز. صافي ها هو بولو مجمد بات ليله كامله، دابا خصني نشوف شي موس ماضي باش نقدر نقطعو. صافي غادي نجرب دابا هذا الموس، هذا غادي نحاول نقطعو. غادي هكذا نحاول نجيب الكرادة حسن تجيني ساهله نقطع عليها. صافي هي جبتها، دابا غادي نحاول نقطع، نحاول نقطع ديك شي وهادك. صعيب واحد شديتو، نحاول نقلب هيدا باش نقدر نشبر بلاصه كبيره تجيني ساهله، هيدا حسن. صافي دابا غادي تجيني هيدا حسن قطع، هيدا سهلة. تا هادي نعملها هيدا تجيني ساهلة. كنخاف من هاد الكوتشية بس مع الخاطر. صافي دابا هدا غادي نعدلو الشوكلاط،
بقات شويه هنا. صافي بحال هيدا راه باقي هنايا كاع ما بان لي هذا هاد شويه هذا هنايا. صافي دابا كنظن صافي كامل. غادي نحطو تاي صح شوكولاط. صافي غادي نكمل هادو اللي باقين. صافي دابا ساليت بقى الطريف هذا مبقالو شي شوكولاط اصلا ما عندو شي ديك العود ديالو. صافي ياكلو هايداك. صافي هادو نحيدوهم راني نشوف كيفاش جا. ها هو كيفاش جا. ونتمنى ان في لوكو حتى هو يجي مزيون. هذا مبقالو شي شوكولاط جا مرون واحد شتيتو حق. مهم في لوكو راه بحال بحال هو. المهم هذا هو بولو. نشوفو كيفاش غادي يجي في لوكو ونرد عليكم الخبر. صراحه قيستو تعلق بالبولو ما عنده تعلق بالبولو بحال مهلبيه مجمده. صافي شنو اللي زينو هو ديك الشوكولاط اللي فوق منه. صافي اما الداخل ديالو ما بالنسبه لي لي انا هذا ماشي بولو. المهم باقي لي غادي نجرب واحد اخر ونرد عليكم خبر. هذا ما باقيش عمري غنعاودو ما عجبنيش.